ينجح في بعدها عن مناطق الخطورة. أرنولد يلعب كرة قصيرة. تسديدة في اتجاه المرمى، كانت قوية. لا يبدو أن التسديد من بعيد هو الحل الوحيد في هذه المباراة، أدركوا صعوبة القيام بذلك. كيرير، إيكاردي، كرة طويلة للأمام، إيقاف الهجمة في الوقت المناسب قبل أن تكون الأمور أكثر صعوبة. كيليان مبابي، كرة جت إيكاردي، تصدي غير عادي من الحارس. مثل هذه المواقف تبين لك قدرات إمكانيات اللاعب وأنه قادر على أن يهز الشباك من هذه المسافة. فرصة ذهبية لكن لم يترجمها إلى هدف. يلعبون ركنية قصيرة. إيكاردي، محمد صلاح، نيمار، نيمار، يطلق الحكم الصافرة في هذه الأثناء لينتهي الشوط الأول. تأكيد على المستوى الشخصي بالنسبة للاعب، التسجيل في مرمى فريقه يبقى امر صعب محرج جدا عليه، يفقد التركيز، لكن عليه ان يتماسك وعلى الفريق ان نسيان هذا الامر والتفكير في اداء جيد في الشوط الثاني من المباراه. ننطلق مع بدايه الشوط الثاني. باريس سان جيرمان بعد ان عاش شوط اول عصيب، هل سيعود مع استئناف المباراه من جديد في الشوط الثاني؟ إبعاد ناجح للكرة. ركنية قصيرة. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ تحرك جميل بالكرة، ينجح في المرور، هذه فرصة. بابي، الكرة ملعوبة إلى الأمام، يقطع الكرة، تدخل وحكم اللقاء يشير إلى وجود ركلة حرة. بطاقة صفراء، قرار سليم من الحكم. فينالدوم، تشامبرلين أمام فرصة للتسجيل، وصلت إليه، كرة طولية إلى الأمام، فرصة هجوم معاكس. كيليان مبابي يندفع بقوة، مبابي، تكون اللمسة النهائية جيدة، سرعة كبيرة وتهديد خطير من خلال هجمة مرتدة. فينالدوم يحصل عليها، ماركينوس، تدخل رائع قبل الوصول إلى المرمى، قوية من مبابي، كرة إلى الأمام، مبابي، تحرك مبابي، دي ماريا، لا يمكن إهدارها. روبرتسون، فيرمينو، محمد صلاح، كرة لا تمر، تمنع حدوث ربما سيناريو سيكون صعب على الفريق. إيكاردي، فينالدوم، فينالدوم يحاول لعب الكرة إلى الأمام بشكل سريع،
يلبس ثوب المدافعين ويبعد الخطورة عن مرمى فريقه. يحصل على المساحة. بينية إلى إيكاردي. كرة طويلة للأمام. يتدخل ويقطع الكرة. يحاول الاختراق وأصبح الضربة ركنية. نيمار يلعبها قصيرة. بابي كان في موقع جيد حقا، كان أمام المرمى مباشرة، بصراحة كان عليه هو أن يسجل. يتدخل ينهي الهجمة قبل أن تشكل خطراً على فريقه. إيكاردي يلعبها. إيكاردي، يا إلهي، الحارس يخطف الأبواب بتصدي حاسم جداً في هذه اللقطة. المنطقة الأمامية. دي ماريا، هل يمكن أن إيكاردي؟ ركنية تأتي في آخر اللحظات. ملعوبة قصيرة من نيمار. إيكاردي، كيرير، لعبة جميلة تزيد أجمل إلى خارج المرمى. فابينهو تنطلق الصافرة. انتهت المباراة إذن. واجهوا فريقا أقوى منهم هذا اليوم، كانوا كمن يحارب طواحين الهواء، لكن لولا حراسة المرمى